السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. أخوكم عبد الرحمن الخالدي من معرض عماد الدين للسيارات. أخي الكريم، أتمنى منك الاشتراك بالقناة، وأخي المشترك أتمنى منك دعم القناة. وزي ما تشوفون أخوان الكرام، اليوم عندنا تويوتا لاند كروزر جي إكس آر، هدد 6 سلندر فل كامل وارد الخليج. سعر السيارة في حدود 185,000 ريال تقريبا. أول شيء نأخذ جولة سريعة على السيارة من الخارج. طبعا هذا أفل شيء بالهدد للمعلومية، الستة سلندر في 8 وفي 6. طبعا هدد كفرات سلق وليست عريضة، كفرات سخيفة. طبعا اخوان الكرام، اول شيء نتكلم عن المحرك اللي هو 4000 سي سي 4.0 6 سلندر في 6 بنزين، طبعا 270 حصان تقريبا. الجير اوتوماتيك من 6 سرعات توبترونيك. نظام الدفع فهو دفع رباعي مستمر، دبل خفيف دبل ثقيل، نظام الزحف، نظام الالتفاف 360 درجة موجود بالسيارة هذه. نتكلم عن المواصفات الخارجية للسيارة. طبعا اخوان الكرام، زي ما تشوفون فتحة سقف، عندكم انوار LED مع انوار زينون للواطي والنور العالي هيلوجين عادي. طبعا وينش موجود فيه اساسي من المصنع، يعني ما هو تركيب. طبعا كشافات ضباب، وزي ما تشوفون حساسات اماميه عدد 2 في الزوايا. جنوط حديد مقاس 17 انش، وزي ما قلنا لكم الكفر سلق وليس عريض عشان تعرفون تفرقونهم، كفرات حجريه على قولتهم هذه هي. والطيات جانبية، عندكم إشارات بالمراية وخط جانبي. والطيات جانبية ألمنيوم وليست فيبر. أنوار LED خلفية، بالإضافة إلى عدد 4 حساسات خلفية وهوك خلفي. السيارة بدون جناح، بدون حناية عفش، بدون زيج كروم. هدد من جد، يعني هدد رسمي. طبعا نجي لبطاقة الوقود، ما هي واضح معكم زيادة لكن نقراها. تويوتا لاند كروزر 4.0 دفع رباعي مستمر، 5 أبواب. طبعا لأنها تعرفون في شيء هم يصنفونها الواجن هذا الكبير، اللاند كروزر فئة 200 يسمونه فئة الجكسار والفكسار والجكس والهدد بشكل عام يسمونها 5 أبواب، البابين اللي هي الربع والبيكاب اللي هو الشاص. عموما نجي إلى بطاقة الوقود. كل لتر بنزين يمشيك 9.1. تقييم السيارة سيء جدا، السيارات القديمة كانت تقييمها أسوأ من هذه. الموديلات القديمة كان 8.1 8، كانت صرفيتها أعلى من 8 سلندر حتى. خلينا أول شيء نصور محرك السيارة ونصور الشنطة ونصور كل شيء. بسم الله. هذا هو المحرك. طبعا المحرك يا اخوان الكرام هو نفس اللي موجود على البرادو 6 سلندر والاف جي 6 سلندر الموديلات الجديده، يعني نتكلم عن 2014 2015، نفس المحرك الموجود في 6 270 حصان تقريبا. طبعا تختلف عن محرك الشاص ومحرك الربع والفورتشنر. نجي للشنطه، نصور الشنطه حقت السياره. طبعا هذه هي شنطة السيارة، المراتب كلها مصفوفة ومضبطة من إلى آخره، من وإلى. طبعا فيش كهربائي هنا، عندكم درج. طبعا إذا كانت اللاند كروزر فيها نظام صوتي جي بي ال، يجي فيه هنا سماعة، طبعا ما يكون في درج. هنا العفريتة، عندكم هذه صناديق، هذا صندوق فارغ، يعني مثلا إذا شريت لك موتور هواء خفيف ولا حاجة تقدر تحطها هنا. وعندكم هنا شنطة فيها العدة، فيها العفريتة والمفكات إلى آخره.
طبعا المراتب زي ما تشوفون عرض وليست متقابلة، في بعض الأنواع تجي متقابلة. الحين نتكلم عن مواصفات السيارة الداخلية، وخلينا نصور لكم أول شيء ريموت السيارة. طبعا السيارة تجي ريموت دخول ذكي مع تشغيل عن بعد، دخول ذكي تشغيل ذكي مع خاصية التشغيل عن بعد. هذه هي حق التشغيل عن بعد موجود فيها السيارة، دخول ذكي بمجرد أنك تحط يدك على الباب على طول السيارة تفتح، ومجرد أنك تبغى تنزل من السيارة هذه الخطوط تضغط عليها وتقفل لك الأبواب. وهذه السيارة من الأمام في المقاعد الأمامية، بسم الله. السيارة طبعا مخمل لون بيج، بيج فاتح صراحة ممتاز وجميل. هذه السيارة من الخلف في المراتب الوسط. طبعا هذه فتحات تكييف السقف موجود فيها، وموجود فيها فتحات تكييف خلفية. تكييف هذه المعلومة يا اخوان الكرام، التكييف اللي هنا تابع المكيف الامامي، وتكييف السقف مفصول عن المكيف الامامي، يعني ما له دخل. طبعا عندكم هنا منفذ طاقة موجود. هذه السيارة مرتبها بالخلف. والآن ننتقل إلى مواصفات السيارة الداخلية. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. طفف الإشارة. افتح. هذه فتحة السقف. طبعا اخوان الكرام اول شيء نتكلم، قلنا لكم المقاعد مو بشموه، مخمل لون بيج، السيارة فيها تخشيب على التركسون على الابواب والطبلون زي ما تشوفون. زجاج كهربائي اوتو لمسة واحدة، بمجرد انك تضغط الزر بس مرة واحدة ينزل، او تبي ترفع برضه تضغط مرة واحدة دبل تعطيه، وعلى طول يطلع زي الحركة هذه. شوفوا حالة ينزل. طبعا كل النوافذ، مو بس نافذة يعني السواق، بعض السيارات تجي بس السواق. عندكم سنتر لوك، تحكم في مستوى الإنارة الخارجية. عندكم طبعا اخوان الكرام المراية كهربائية لكن ما فيها خاصية الطي بحكم ان السيارة هدد. عندكم الحساسات الأمامية تطفيها من هنا. طبعا فيها خاصية الأوتو للأنوار، في الليل تشتغل في النهار تطفي. عندكم تحكم بالدركسون للنظام الصوتي بالإضافة إلى بلوتوث. عندكم هنا مثبت سرعة. عندكم هذه إعدادات السيارة بشكل كلاسيكي، إلى الآن ما تغيرت في الجي إكس آر والجي إكس، ما هي متغيرة فقط في الفي إكس آر. السيارة طبعا أخوان الكرام سي دي عدد 6 مع منفذ يو اكس موجود وبلوتوث. للاسف ما فيها يو اس بي، والوضار حجتهم ان العميل راح يغير الشاشه بالمسجل الى شاشه بالاول والاخير، لكن ما دام فيها نظام البلوتوث وهو يغنيك عن اليو اس بي. انا اشوف كذا صراحه، انا عندي بالنسبه لي البلوتوث اهم من اليو اس بي. مكيف لمس بتحكم منفصل بين السائق والراكب، كل واحد له تكييفه الخاص، يقدر يعلي او يوطي، عفوا ما يعلي يوطي، يرفع الحراره او ينزل الحراره. عندكم هنا الدرج، طبعا الدرج اخوان الكرام زي ما تشوفون في منفذ طاقه فقط، لكن ما في شاحن بحكم برضه ان السياره هدد، يعني لا تطمع. جكسار عبد اللطيف جميل بالمواصفات الزينه اللي فيه، لكن ما في الشاحن. عندكم حاجه حلوه، مرايه عتيم. الموديلات السابقه كانت 6 سلندر الجي اكس الهدد ما يجي مرايه عتيم، في موديل 2017 لاحظناه، لكن موجوده ب 2018 مرايه تعتيم عفوا وين شطحت انا؟ موجوده في 2017، كانت موجوده ب 16، موجوده ب 17، لسه 18 باقي لك كثير. طبعا اخوان الكرام عندكم هنا الانوار السقف عاديه وليست ال اي دي. نيجي هنا عندكم نهلا بيت للنظاره. الشماسات، نتكلم عن شماسات الهدد، كيف تعرف ان هذا هدد ولا لا؟ من شماسته. تشوف الشماسه حقته ما فيها مرايه، ما فيها نور، اعرف ان الموتر على طول هدد، لا تناقش احد. هذا هو. هدد ما يجي فيه مرايه، يعني لو قال لك واحد كيف تقفط الجكسار مرهم من الجكسار المحول الى فل كامل، بعضهم يجيبون هدد بحكم ان سعره شوي ارخص ويقلبونه الى فل كامل، مع اني انا صراحه انا من الناس اللي اشوف اني عادي اشتري هدد بسعر الفل كامل اللي يجي جناح وخرابيط، لان الهدد اجمل كشبابي، الشباب يحبون الهدد، لان الهدد سياره شبابيه اكثر ما هي سياره مثلا رسميه او حاجه زي كذا. عموما فانا اشوف انهم يقلبونه، كيف تقفطه؟ فقط من الشماسات، اذا ما لقيت فيها مرايه اعرف ان الموتر هدد وملعوب فيه. طبعا الحين وين نروح؟ نيجي الى هنا الجير واشياء. طبعا الجير اوتوماتيك من 6 سرعات توب ترونيك، نظام الدفع فهو دفع رباعي مستمر. طبعا نخفف المكيف حيل، لان المكيف على طول اشتغل على وضع الاوتو وبرد. عموما اخوان الكرام
نيجي نتكلم عن نظام الدفع. فهو دفع وش دفع رباعي مستمر والجير اوتوماتيك من 6 سرعات توب ترونيك. طبعا هنا زايد الناقص عندكم الدبل الخفيف من هنا، الدبل الثقيل من هنا، عندكم نظام الزحف اللي هو هذا الطفي وتشغله من هنا، ومن هنا تتحكم في السرعة. نظام الالتفاف 360 درجة موجود، نظام التراكشن موجود، عندكم نظام الجر موجود، نظام اللي يعطي السيارة ما أدري وش اسمه لكن هم سمينا مدري إيش باور، يعطي السيارة في التجاوزات يعطيها عزم أكثر، يعني يخلي الجير يحن أكثر. طبعا لو استخدمت التوب ترونيك انتهى الموضوع، ما عاد لها أي فائدة، هي فقط يعني تخليك تعطي السيارة نمرة مثلا، تخلي مثلا النمرة الثانية الثالثة تعطيها لآخر سرعة فقط، هذه ميزته. شرحت لكم عن الأشياء المهمة اللي هنا، ونجي نتكلم عن الحاملة الأكواب عدد 2، ونتكلم عن الدرج اللي هنا الفاضي هذا، درج كيف تحط فيه نظارة، تحط فيه ساعة، تحط فيه جوال، تحط فيه أي شيء، والثلاجة هذه زي ما تشوفون الدرج هذا دورين، الجكسار والفكسار دورين، أما الليكزس دور واحد فقط للثلاجة، هذا هو ثلاجة طبعا مفصولة عن المكيف، ما لها شغل في المكيف. هذه الأبرز المواصفات. طبعا قلنا لكم في تكييف خلفي، هذا هو نرجع وفتحة تكييف خلفية ومكيف السيارة الخلفي، هذا هو فوق في السقف، أما المكيف التابع للتكييف الأمامي الفتحات موجودة في الوسط. سعر السيارة أخوي الكرام في حدود 185 ألف ريال. في ناس يقول لي واو لا أخذ سيارة فلانية سعرها مواصفاتها أحسن ما أدري إيش من الخرابيط هذه. عموما أخوي الكرام عادي أنا أشتري قيمة السيارة هذه سيارتين أفل منه، سيارتين صينيات أفل منه، ما راح تعيش معي سنة. واحد يقول والله بشتري السيارة الفلانية، السيارة أمريكية من النوع الفلاني ب 185 بدلع نفسك في المواصفات. يا أخي دلع نفسك في المواصفات، بتاخذ راحة، بتاخذ كل شيء، لكن ترى عمر سيارتك كم؟ تتكلم من جد، تتكلم كلام صريح، عمر السيارة كم؟ يا رجل ذيك السيارة بعد 3 سنوات 4 سنوات يلا غير دفرانس، مدري إيش كورونا خرابيط يلا المساعدات. هذه السيارة حبيبي أنا أشتريها ب 185 ألف، بعد 10 سنين صراحة، بعد سنتين بفكر أغير لها فحمات، بعد 10 سنين بفكر أغير لها زيت الجير. يعني تتكلم سيارة جودة عالية، تتكلم عن سيارة الشركة نفسها واثقة فيها، الشركة نفسها ما تتهور إن تغير شكلها كل فترة تحط فيها مواصفات، لا الشركة عارفة وش تصنع، عارفة وش السيارة تستخدم. لحظة نشوف هذه التريلا قاعدة تنزل وشو، شوف التريلا هذه ما أدري وش فيها، صور المفروض على الوقفة هذه تطلع لامبورغيني ولا تطلع مزاراتي ولا تطلع مايباخ، خلنا نشوف وش بيطلع. عموما اخويا الكرام على دوب ما تطلع السيارة هذه خليني اتكلم. فيجي واحد يقول يا اخي بشتري سيارة فلانية، ذيك سيارة ممتازة اقوى منها، احصنة اقتصاد في البنزين. يا اخي على عيني وراسي، اول سنتين اول 3 سنوات سيارتك بتكون افضل، لكن بعد 15 سنة انا ببقى شغال سيارتي شغالة ومع عيالي وفحطون عليها، وانت وين سيارتك واقفة ولا بايعها بايعها تشليح بعد. فاخويا الكرام ركزوا في النقطة هذه، المسألة تويوتا ليش رافع سعر السيارة هذه؟ ليش تويوتا مغليتها مع ان ما فيها مواصفات؟ السياره هذه سياره عمليه، سياره عمليه بمعنى كلمه عمليه. شوف ما شاء الله لاحظوا كيف نزلت في الارض نهائي، ما شاء الله تبارك الرحمن. شوف في زوم زياده، فاخوان الكرام زي ما قلت لكم السياره هذه جوده عاليه، جوده بمعنى كلمه الجوده. السياره هذه تستخدم يعني تستخدم للحكومات، تستخدم حتى انا اشوف في المنظمات هذه حمايه مدري وش، تشوفها في الحروب داخله ماشيه. ليش ما استخدموا ذيك السيارات؟ ذيك السيارات لانهم هذه السيارات اصلا يخزنونها عندهم، تلقاها في مستودعهم توقف 5 سنين، بعد 5 سنين يغيروا لها بطاريه ويعبوا لها بنزين وتمشي. أما ذيك السيارات الله أعلم بش يطلع فيها خرابات. فعموما أخوة الكرام ما راح نتحزب لموضوع سيارة معينة نهائيا، ما في شيء غالي إلا قيمته فيه، ما في شيء مدفوع الشركة تعبانة فيه. عندهم تويوتا نفسها، عندهم سكويا أفضل من ذا، معنى توقف أفضل من ذا مواصفات بألف مرة، راحة كل شيء وساعة كل شيء، لكن أعلى نوع فيه بالسكويا اللي هو الليمتد اقل من سعر الجكسار، اقل من سعر عفوا الجي اكس حتى، شكلهم بيدخلون الشاص الجديد هذا فيه والله اعلم، ما ادري توقعون. لاحظوا
يعني الفيلم هذا كله انا على بالي بينزلون سياره طب يدخلون شخص من جد. ركزوا يا جماعه الخير، كل ذا الفيلم اخر شيء عشان يدخل شخص 2017. اي والله لاحظوا والله حرام. انا اصلا الشخص المفروض اشيله من جد اشيله على تريلا يا رجل، اطلع تريلا تطلع المفروض حتى الدرج هذا بالشخص ما يحطونه، يحطون له حجر ليه ما يطلع تريلا، يطلع على الحجر والدلع هذا كله. والله العظيم اقسم بالله متوقع انه ما يباخ بتنزل، ما دريت ان الشخص هو اللي بيطلع. يلا مو مشكله، يعطي خيرك في شر راعيه، ممكن مهدي هديه ممكن شيء فمسوي له الحركه الجميله هذه. عموما اخوان الكرام نرجع الى الموضوع حقنا اللي هو الجي اكس ار اللي معنا. مواصفات الامن والسلامه فرامل اي بي اس نظام الثبات الالكتروني حساس كفرات، وعندكم ايرباك للسائق والراكب وعدد 8 احزمه امان. سياره جميله للامانه، سياره جوده موجود، سياره كل شيء عيبها مواصفات بالنسبه لبعض الناس انه ما فيها، لكن هذه سياره تشتريها تقتنيها تستخدمها لك ولعيالك ولاحفادك، يعني تمشي تكلم تروح اطلع كثير من المناطق، موجود عندهم نادي كروزر موديل 80 شغال ما في اي شيء، مع احفاده جدهم شاري، ابو جدهم اللي شاريه ويستخدمونهم يستخدمون احفاد اولاده، فاقول لكم سياره عمليه وما فيها اي كلام. فعموما اخوان الكرام طولت عليكم بالفيديو، لا تنسون تضيفون حسابي بسناب شات، ما حد قاعد يضيف صراحه مقصرين معي. ناس عندهم 50,000 و60,000 يحطوا لكم اشياء بايخه اشياء ما تفيدكم وتتابعوهم، انا المساكين احط لكم اسعار سيارات، احدث لكم اخليكم تعرفون المواصفات، ما عندي حول الا 13,000 14,000 هذه المشاهدات اللي عندي، ابغى دعمكم يوصل اخوان الكرام عشان انا استفيد وانتم تستفيدون من هذا الشيء. حساب سناب شات تلقونه تحت على طول، ضيفوني موجود عندكم الرابط، او ابحث عن D7OOM4 رقم 4 CARS دحوم 4 كارز وضيفني، وان شاء الله بتستفيدون دائما. ولا تنسون تحميل تطبيق معرض مع الدين عشان تتابعون كل اسعار السيارات في معرض مع الدين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.